ماكو إن أي حقوق مسلوبة. نطالب بالتثبيت حقنا، حق أقراننا المثبتين، ما مشمولين بأيام الدوام، ما مشمولين الرواتب، رواتبنا يعني تحت مستوى اللي ما مطلوب، جهودنا احنا اكبر من هذا الشيء، للخمسه وللسته احنا جاي نجاهد بمراكز التسجيل، ما مشمولين بساعات الاضافيه، ما مشمولين بدوام يوم السبت، فقط دوام نداوم يعني كاجراء يومي. رئيس الوزراء الذي وعدنا خلال ترئيسه اللجنه الماليه في الدوره السابقه لمجلس البرلمان، نرجو منه ان يوفي بوعده الذي وعده الذي قطعه على نفسه بتوظيف او تعيين او تثبيت هؤلاء الشباب المستقلين. احنا اكثر من مره راجعنا انه اصواتنا وسمعنا اصواتنا الى مجلس المفوضين، تم تصويت عليها الفقره وتم طعنها ثلاث مرات من رئاسه الوزراء، نطلب للمره الثالثه انه يمرر تلك الفقره اللي هي شمول مراكز التسجيل في التثبيت على الملاك الدائم. سبب عدم التثبيت هو ليس كما يدعون انه تقشف او من هذا الامور، وانما احنا درجاتنا تم سرقتها وتم اقرار الدرجات منذ عام 2010، ولغايه الان هم يتحججون ويتبجحون بامور التقشف وغيرها. نحن وضعنا يعني يحتاج لتدخل المرجعيه رشيده. لم نجد رجل دوله ينصفنا لحد الان في هذه الحكومه اجمعها. دعا ممثل